هنروح مع حضراتكم بقى الموضوع غاية في الأهمية الحقيقة. التوتر الشديد اللي دايما احنا عايشين والأعصاب المشدودة، الناس اللي ساكتة باستمرار، كل دي مشاعر سلبية ممكن تؤدي الإصابة بمتلازمة اسمها متلازمة البطن. أول مرة أسمع عنها، لكن هو اسمها كده في علم النفس. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عنها من الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. صباح الخير عليك يا دكتور. أستاذ محمد، أستاذ جمانة، صباحكم جميل دايما. يا أهلا بيك. إيه هي متلازمة البطن دي؟ هي ببساطة شديدة، من حوالي 13 سنة في مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد لقوا إن في متلازمات حديثة بتحصل للإنسان المعاصر، على رأسها متلازمة البطن. إيه متلازمة البطن؟ وليه سموها البطن؟ وليه أقرنوها بالبطن؟ لأن قالوا إن البطة اللي بتبدو قدام الناس عايمة على وش المية، جميلة، حالمة، ساكنة، هادئة، يطلب إليها الناظرين، تخطف عينك وتحس قدام منها بالهدوء. البطة اللي انت شايفها جميلة وعايشة على وش المية دي، تحت المية بقى بتخوض معارك بارية من أجل البقاء. لو تشوفها هي حركة ايديها عاملة ازاي، بترفص ازاي، بتعاني ازاي، ضربات القلب عندها شكلها ازاي، قاعدة منهكة ومجهدة ازاي علشان تبدو بالصورة الجميلة اللي فوق وش المية دي، هتعرف فعلا ان هي بتعاني من ازمات وضغوط نفسية عديدة. ده شأن الإنسان المعاصر، بتلاقيه دايما بيلبس شيك، بيتكلم كويس، قاعد في شقة تمليك في عمارة شكلها راقي ومتشطبة من بره، راكب عربية حديثة، بيروح يصيف، بيروح يشتي أولاده في مدارس لغات، فتبدو للناظرين إن هو عايش حياة متكاملة وحياة تخلو من المشاكل، ولكن محدش عارف كم المعاناة والألم والأسى اللي هو بيعانيه والمشاكل اللي بتعتريه. على سبيل المثال، حضرتك لما تشوف مثلا بعض السيدات الاناقه والشياكه والجمال، هل انت عارف يعني بيعانوا قد ايه في حياتهم الاسريه؟ عارف في كم واحده بتعاني من ويلات الطلاق؟ كم واحده بتعاني من ويلات العنف الاسري؟ كم واحده هي بتقود اسره وبتعيلها؟ كم واحده بتعين الاسره وشغاله دراع بدراع مع الراجل؟ معارك ضاريه. يعني انزل شوف بعض السيدات اللي بيودوا في الجروبات والانشطه وفي المدارس، وبص على الوجوه قد ايه ممكن تكون عابسه وممكن تكون بتعاني الامرين. نفس الامر بالنسبه للراجل اللي هو تلاقيه دايما شكله كويس ومتبرسم وماسك موبايل حديث، هل انت عارف كم الديون اللي عليه قد ايه؟ هل حد عارف كم المشاكل الحياتيه صحيح والمجتمعيه اللي بيعانيها قد ايه؟ يعني ممكن يكون داخل بيته وبيته يبقى نار نتيجه تدخل الاهل، تدخل الحما. على الحقيقه يا فندم، يعني دكتور وليد، يعني ضغوط الحياه الحقيقه كتير جدا واسبابها كتير جدا، لكن خلينا نعرف الساده المشاهدين برضو اعراض الاصابه بهذه المتلازمه، متلازمه البط او الدك سندروم. متلازمه البط بيبقى اهم عرض ليها ان الواحد بيبقى واجهه شكله كويس قدام كل الناس اللي بتشوفه، يقولوا ده بسم الله ما شاء الله، ده ما عندوش اي مشكله. ده بيبقى اول عرض. ولكن الاعراض بقى الداخليه اللي هي بتنسحب عليه هو، بنلاقيه دايما بيعاني القرف، الاجهاد، يعني مجهد. بعض الامهات تقول لي انا ببقى عاوز اذاكر للاولاد مش قادره اقوم. هي ليه مش قادره؟ عندها متلازمه البطن. بتلاقيه دايما انسان قليل التركيز، بيتعرض لحوادث طرق كتير، يعني تلاقي كل شويه قاعد منزل صوره على السوشيال ميديا، العربيه اتخبطت، يقول لك يا ربنا يبعد عني العين. هي مش العين، هي متلازمه البطن اللي هي عندك. بنلاقيه دايما بيعاني من اضطرابات النوم، يعني الساعة البيولوجية عنده مختلة، يقلق بالليل كتير، يدخل ينام ما يجيلوش نوم. بيعاني في بعض الأحيان من فقدان الشهية، التوتر الشديد، العصبية المفرطة، عدم الانتظام في العمل. يعني بيبقى إنسان طول الوقت بيعاني من بعض المواقف الإشكالية. عند المرأة تحديدا بيبقى عندها زيادة في الوزن، يعني اللي بلاقيها عندها زيادة في الوزن أو وزن مفرط، بعرف إن هي بتعاني من متلازمة البطن وعندها مجموعة من الضغوط الحياتية اللي مش قادرة لا هي تزيلها ولا تتكيف معاها ولا تتغلب عليها، فبعرف ان هي عندها متلازمة البطن. ولا مين اكتر بيصاب بيها، الراجل ولا الست؟ هو كلاهما، ولكن المرأة بطبيعتها ان هي عندها الوجدان اعلى شوية، فبتبقى اكتر تأثرا بمتلازمة البطن. بالمناسبة متلازمة البطن 87% من سكان الكرة الأرضية بيعانوا منها، يعني تخيل الحجم قد ايه. طب ال 13% التانيين لسه صغيرين، فلما يكبروا هيعانوا برضه منها، يعني لدرجه ان هم اشاروا ان حتى طلاب الجامعات اللي بيتغربوا، يعني بيسيبوا اهاليهم وبيقعدوا في المدن الجامعيه او في بعض الجامعات البعيده عن الاهل، برضه بيعانوا ضغوط حياتيه نتيجه ان هم
بياكلوا نفسهم، بيشربوا نفسهم، متحملين مسؤوليه نفسهم، بعدوا عن الاهل، فبرضه بيصابوا بمتلازمه البطن. متلازمه البطن في بعض المجتمعات بتؤدي للانتحار، يعني في ناس من كثر الضغوط الحياتيه اللي عليها وما عندهاش قدر من الصلابه النفسيه ولا المرونه الذهنيه ولا مهارات حل المشكلات، فبالتالي علشان يعملوا ازاحه للضغوط اللي عليهم قد يلجأوا للانتحار. طيب دكتور وليد، يعني الحقيقه انه يعني ممكن ناس كتير جدا تكون بتتعرض في وقت من الاوقات لضغوطات الحياه، لمشكله يعني، وبيبان شكلهم قدام الناس ان هم كويسين وما عندهمش اي مشاكل. يمكن حسب دراسه كمان زي ما حضرتك كنت بتتكلمي يا فندم، 87% من سكان الكره الارضيه بيعانوا من هذه المتلازمه. مش الكل ممكن يعي انه عنده او بيعاني من هذه المتلازمه وبالتالي بيتعافى بعد فتره، في منهم اللي ما بيقدرش يتعافى. فعايز اعرف من حضرتك يا فندم، ازاي ممكن نحمي نفسنا من هذه المتلازمه؟ وهل المصاب بهذه المتلازمه لازم يلجا لا يعني لاستشارة طبيب نفسي، ولا ممكن حد يدخل هذه المتلازمة أو يمر بيها وبعد كده يبقى كويس لوحده؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك طرق الحماية، وهل من يدرك أنه بيعاني من هذه الأعراض لازم يعني يتصل بطبيب أو يستشير طبيب نفسي ولا لا؟ هي طرق الحماية بسيطة جدا، كل واحد يعمل لنفسه بلان. يعني المولى عز وجل بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالواحد بقدر الامكان ما يحاولش يحط نفسه في ضغوط. يعني انا دايما بقول الانسان المعاصر هو من يصنع الضغوط لنفسه، بمعنى بتلاقي الواحد مثلا عنده 30 سنه 35 سنه واخد عربيه بالقسط، واخد شقه بالقسط، واخد شاليه بالقسط، فبيضيع 7-8 سنين من عمره ضغط نفسه بصوره غير عاديه، فتلاقيه بيضيع احسن سنين عمره وهو شغال عند الاخرين، شغال عند صاحب اجنس العربيات، عند المقاول اللي واخد منه شقة في العمارة، عند الشركة الاستثمارية اللي واخد منها الشاليه، فضغط نفسه. كلنا مثلا عاوزين نعلم أولادنا كويس، ده شيء ممتاز، إنها ما ينفعش أدخل ابني في نطق تعليمي أعلى من مستواه الاقتصادي وأفضل أعمل في جمعيات وأفضل أئن وأفضل أستلف وأفضل طول السنة بأعاني. وفي ناس بتعتقد إن لما أدخل يعني أولادي في مدارس انترناشونال على سبيل المثال هعمل جمعيه واحط الفلوس بتاعه المصاريف وخلاص، لا، ابنك طول السنه محتاج جوده حياه تتماشى مع اقرانه في الرحلات، في الانشطه، في اللبس، في طريقه الاكل، في الكورسات اللي بياخدها، فبالتالي بتضغط نفسك يعني بصوره غير مستحبه وانت كنت في غنى عن الكلام ده. فنمره واحد نبعد عن الضغوط المصنوعه، يبقى عندنا امال، يبقى عندنا طموحات، عاوزين نفسنا الافضل، ولكن بالراحه على نفسنا علشان ما يسلبش مننا حياتنا وعمرنا وطاقتنا النفسيه، دي اهم حاجه. والحاجه برضو مهمه قوي، يعني لازم ما نعانيش من الخواء الروحي. يعني كنا زمان الناس تقعد تسمع الراديو وتسمع اغاني وبيروحوا دور العباده، ما كانش فيه خواء روحي زي دلوقتي. دلوقتي الانسان في سبيل سعي ورا الماده بقى ما بيسمعش اغاني قديمه من بتاعت زمان، ما بيسمعش موسيقى، مش بيمارس نشاط، قليل جدا يعني. فنحاول بقدر الامكان نبعد عن الخواء الروحي، نقرا كتاب زي زمان. يعني اي حد بيسمعنا يسال نفسه اخر مره مسكت كتاب وقريته امتى؟ دي كلها امور مهمه قوي. والاهم ما نعيش في حياتنا الاجتماعيه بنظام الجزر المنعزله، يعني كل واحد ماسك الموبايل وقاعد عليه وماليش دعوه بالتاني جوه الاسره لوحده. لا، احنا نقعد مع بعض، نسمع لبعض، نتكلم مع بعض، نلاقي حلول مع بعض، كل واحد يتصرف بالضغوط اللي بتعتريه. وحتى اللي قدامي لو ما اتكلمش انا اشجعه على الكلام، انا الاحظ ابني واشوفه، ابني يعني مش طالب مني ان انا اجيب له اوضه لوحده فيها تكييف وفيها التابلت وفيها المكتب، ده هو طالب ان انا اقعد في الاوضه بتاعته. صح، مظبوط. طبعا مش طالب مني ده، طالب مني انا، طالب الاب، طالب الام، دي كلها امور مهمه جدا. لو احنا عملنا ده وعملنا نفسنا دايما سوشيال سبورت ودعم اجتماعي من اللي حوالين مننا، اعتقد ده بيخف من حده الضغوط اللي علينا. فشل جدا حضرتك اشرت النقط دي. مهمه جدا ان احنا اهم حاجه ما يكونش فيه عزله نفسيه، ودي حاجه مهمه جدا، عزله اجتماعيه. وفكره الاقساط اللي فعلا الناس بتحط نفسها تحت ضغوط، الاقساط، ضغط القسط بتاع الشقه وقسط العربيه وقسط المدرسه وقسط ما اعرفش ايه، الناس دي بتعيش حياتها كلها مضغوطه، فدي حاجه يا ريت نتخلص منها او نخفف على نفسنا. وزي ما الدكتور وليد كان بيقول، انت تقدر عندك حلم، عندك طموح، ده طبعا مشروع، وان انت لازم تعيش اولادك عيشه كويسه ويتعلموا تعليم كويس، لكن ما تضغطش نفسك كله في نفس التوقيت. بنشكر الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا ليك طبعا.